نبقى في نفس الموضوع وينضم إلينا اللحظة الأستاذ نوفل البعمري المحامي والناشط الحقوقي. أستاذ البعمري مرحبا بك، في رأيك ما هي خلفيات هذه السلسلة من التلفيقات الموجهة ضد المغرب؟ شكرا. لابد من الإشارة بداية على كون المغرب على عكس ما يتم الترويج له، له تراكم تشريعي وحقوقي مشهود له في مجال حماية المعطيات الشخصية والخاصة. المغرب أولا قام بإحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سنة 2009. المغرب في دستور دي سنة 2011 نص في الفصل 11 24 و27 من هذا الدستور على حماية الحق في الحياة الخاصة وعلى حماية المراسلات الشخصية بما فيها المكالمات الشخصية. المغرب كذلك يتضمن تشريعه على مستوى المسطرة الجنائية المغربية مواد من 108 إلى 116 كلها مواد تتعلق بالإجراءات المتعلقة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكلها عمليات تجري تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة وبأمر منها. لماذا هذه الإشارات؟ لنوضح بداية على أن المغرب يشتغل وفق وداخل القانون، وهو بلد لا يشتغل بمنطق القراصنة كما أرادوا أن يصوروا ذلك، بل يحتكم القانون الدولي وللقانون الوطني وجل مؤسساته خاضعة له. لذلك لا يمكن أن نصدق هذه الادعاءات الخطيرة التي تريد مس المغرب وتريد استهداف صورته في الخارج من طرف إعلام ومؤسسات تشير مختلف الوقائع للأسف أن الرابط بينها هو عداء هذه المغرب ومحاولتها ضرب مؤسساته الوطنية والأمنية. التقرير تجدر الإشارة على كونه صدر بعد يوم واحد فقط من الإشادة الأمريكية، إشادة الخارجية الأمريكية بعمل الأجهزة الأمنية في المغرب في مجال محاربة الإرهاب، وتأكيد الخارجية الأمريكية على كون المغرب شريك أساسي في محاربة الإرهاب. التقرير صدر بعد يومين من الأزمة الأخيرة مع النظام الجزائري التي افتعلها وزير الخارجية الجزائري العمامرة في مؤتمر عدم الانحياز. المغرب فقط لو بالإمكان على مستوى تقني أن تبعد شيئا من الميكروفون على يعني بعيدا عن فمك حتى لا يكون هناك تشويش على الصوت. فقط على مستوى ذكرت مسألة القانون والجانب القضائي، النيابة العامة أصدرت تعليماتها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط كما سمعت لفتح بحث قضائي حول هذه المزاعم والادعاءات الباطلة التي تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة. كيف تعلق على هذا الجانب وهذه الخطوة المغربية؟ لا طبعا الرد المغربي كان في مستويين، في المستوى الأول هو مستوى سياسي بحيث أنه البلاغ دي الحكومة المغربية صدر عقب مباشرة بعد صدور هذه التقارير، وكان ردا سياسيا ورفع تحدي هو نفسه الذي تم رفعه أمام أمنيستي سابقا عندما نشرت نفس الادعاءات، بحيث أنه الحكومة المغربية ظلت وما زالت متشبثة بتقديم مختلف الادعاءات التي تشير وتقدم الرابط بينها وبين هالادعاءات ديال التجسس. الرد الثاني هو رد على مستوى القانوني ورد على مستوى القضائي تجلى في البلاغ الذي أصدرته النيابة العامة من حيث فتحها لتحقيق حول مختلف هذه الادعاءات، بمعنى أنه الرد المغربي كان ردا واضحا، ردا سياسيا وردا قضائيا، وأعتقد على أنه الحكومة المغربية أو المغرب سيلجأ إلى القضاء من أجل تقديم ومن أجل دفع هذه المؤسسات الإعلامية الفرنسية خاصة لتقديم مختلف ادعاءاتها التي تورط المغرب فيما نسبته إليه، بمعنى أنه اليوم المغرب في تحدي واضح، تحدي سياسي، تحدي تقني، وتحدي قضائي لهذه المؤسسات الإعلامية التي تريد مس المغرب وتريد مس مختلف أجهزته ومؤسساته خاصة منها الوطنية. لذلك أعتقد على أنه التوجه الذي صار فيه المغرب اليوم فيما يتعلق بالرد على هذه الادعاءات الباطلة لهذه المؤسسات الإعلامية الفرنسية خاصة هو رد تقني. نحتاج اليوم إلى أن تقدم هذه المؤسسات كل الخبرات التي تدعي أنها قد قامت بإنجازها حول العديد من الهواتف التي تقول على أنها تعرضت للقرصنة، ويكفي الإشارة هنا على أن العديد ممن وردت أسماؤهم في هذه التقارير الإعلامية خرجوا ليكذبوا هذه الادعاءات وأكدوا على كون هواتفهم لم تقوم هذه المؤسسة الإعلامية ولم تقوم أي مؤسسة أجنبية
بإجراء خبرات تقنية مما يشكك ويطرح أسئلة حقيقية حول الدواعي التي جعلت هذه المؤسسة في تضريط شخصيات سواء كانت مغربية أو كانت أجنبية في هذه التقارير. المسؤولين الفرنسيين أنفسهم أكدوا على كون واستبعدوا أي إمكانية لتجسس المغرب أو لقيام المغرب بالتجسس على هواتف مسؤولين فرنسيين، بمعنى أنه اليوم رد المغربي والرد فرنسي من مختلف المؤسسات من مختلف المسؤولين يؤكد ويجيب على مختلف هذه الادعاءات الباطلة التي تريد استهداف المغرب والتي نعتبرها اليوم أنها تحالف موضوعي مع مختلف الجهات التي تضررت. الجهات في هذا الإطار أريد أن أسألك ونعود إلى مسألة الخلفيات، ما الذي يحرك هؤلاء أو من يحرك هؤلاء لكي يعني يستهدفوا المغرب بهذه المزاعم الباطلة؟ أولا نقولها بشكل صريح، الذي تضرر من عمل الأجهزة الأمنية في المغرب هي التنظيمات الجهادية الإرهابية وهي المنظمات الدولية العابرة للدول خاصة منها التي تتاجر في المخدرات. هذه التقارير المنشورة بشكل منذ يومين وبشكل متواتر وتستهدف الأجهزة الأمنية المغربية هي تستهدف العمل الذي قام به المغرب وقامت به أجهزته الأمنية في محاربة الإرهاب، هي تستهدف هذه المؤسسات الأمنية في عملها فيما يتعلق بمحاربة للمخدرات، تجارة المخدرات، فيما يتعلق بمحاربتها للمنظمات الدولية الإجرامية، بمعنى أنه اليوم هناك من تضررت مصالحه ويعتبر على أنه هناك العمل الذي يقوم به المغرب في هذا المستوى الأمني قد تضررت مصالحه سواء كانت سياسية أو المصالح المرتبطة بإصدار البلبلة في المنطقة خاصة على مستوى شمال إفريقيا، خاصة على مستوى دول جنوب الصحراء. لذلك أعتقد على أنه هناك اليوم تحالف موضوعي وتلاقي موضوعي ما بين هذه الجهات سواء كانت إعلامية أو كانت حقوقية بين قوسين مع هذه التنظيمات الإرهابية لأنها تريد أن تستهدف العمل الذي يقوم به المؤسسات الأمنية المغربية والتي تحظى بإشادة دولية سبق لإسبانيا نفسها أشادت بهذا العمل. الاستخبارات الذي يقوم به المغرب سبقت العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية أن قامت بتكريم المسؤول الأول الأمني على هذه الأجهزة الأمنية المغربية في مجال محاربة الإرهاب، بمعنى أنه العمل الذي يقوم به المغرب في تأمين المنطقة، العمل الذي يقوم به المغرب في محاربة الإرهاب، العمل الذي يقوم به المغرب في تجنيب العديد من الدول الأوروبية نفسها للضربات الإرهابية بما فيها المؤسسة الأمنية ميديا بارت التي سبق للمغرب سنة 2016 أن نبه الأجهزة الأمنية الفرنسية إلى احتمال وقوع والاحتمال تعرضها لعمليات إرهابية، بمعنى أنه هناك سؤال اليوم يجب أن يطرح، لماذا استهداف المؤسسات الأمنية، لماذا استهداف المؤسسات الوطنية اليوم في هذا التوقيت في ظل العمل الجاد والكبير الذي تقوم به في مجال محاربة الإرهاب، في ظل الإشادة الدولية التي تحظى بها، في ظل محاولة العديد من الأطراف حشر المغرب في الزاوية. احنا لاحظنا الأزمة الأخيرة المفتعلة بإسبانيا مع المغرب ومحاولة استغلال كذلك موضوع حقوق الإنسان لتأليب الرأي العام والمؤسسات الأوروبية على المغرب وفشلوا في ذلك. اليوم الأمر يتعلق بنفس السياق، الأمر يتعلق بنفس الجهات التي ترى في دولة في شمال إفريقيا صاعدة يهدد مصالحها. اليوم مغرب قوي بمؤسساته وبإصلاحات التي قام بها ويقوم بها وسيظل يقوم بها مستقبلا. شكرا جزيلا الأستاذ نوفل البعمري المحامي والناشط الحقوقي، أشكرك جزيل الشكر على مساهمتك معنا.